مشاهدينا الكرام، مساء الخير واسعد الله مساءكم. حلقه جديده من دقه قلب، وكلامنا النهارده هيكون عن موضوع شائك جدا ومهم جدا. كتير مننا بيسمع عن حاجه اسمها الجهاز المناعي، مش عارفين ايه اهميته، مش عارفين ايه الامراض اللي ممكن تصيبه. هيكلمنا النهارده باستفاضه عن الجهاز المناعي دكتور محمد ربيع، مدرس مساعد بكليه طب جامعه مصر للعلوم والتكنولوجيا. مساء الخير يا دكتور. نور، ازي اهلا حضرتك؟ وسهلا بحضرتك، سلام حضرتك حضرتك، منورنا ربنا النهارده. يبارك فيك، ده نورك، ربنا يخليك. الله يخليك يا دكتور. الله يخليك. مبدئيا كنت عايزه حضرتك تعرفنا يعني ايه جهاز مناعي. احنا مبدئيا ناخد الموضوع كده نقطه نقطه. اول حاجه، كلمه جهاز مناعي دي كلمه كبيره جدا او كلمه عامه. ربنا طبعا برحمته بينا، احلى يعني، ربنا حط في الانسان احسن حاجه. من اقوى الحاجات في جسم كل بني ادم فينا هو جهاز المناعه، مما لا شك فيه. جهاز المناعه هو الجيش بتاع جسمك، هو سائل دفاع جسمك، هو كل حاجه في جسمك، هو انت من غيره تصاب بكل العدوى. هو اللي بيحميك من البكتيريا، هو اللي بيحميك من الفيروسز، هو اللي بيحميك من كل الامراض اللي ممكن تصيبك، هو اللي بيحمينا من امراض السرطان ذات نفسها. تمام؟ هو اللي في لحظات لو زعل منك او اتضايق منك ممكن يهاجم جسمك في لحظه من اللحظات. فجهاز المناعه ده من اكتر الاجهزه في جسم البني ادم اللي يجب الحفاظ عليها كويس جدا. يجب ان احنا نهتم بجهاز مناعتنا، وعلى اساسه انت بتقدر تحمي نفسك من امراض كتير جدا. تمام. خلل جهاز المناعه بالنسبه لنا ممكن يعني لو قعدنا نتكلم فيه مش هنخلص كلام. لو قعدنا نتكلم في امراض جهاز المناعه مش هنقدر نحصي امراض جهاز المناعه، بحيث ان في عندنا امراض جهاز المناعه امراض ضعف المناعه، يعني في ناس بتتولد بضعف جهاز المناعه. الناس اللي بتصاب بعدوى مستمره، يعني انت بتصاب بكام دور برد في السنه، انت بتصاب بكام التهاب رئوي، بتصاب بكام التهاب اذن وسطى، دي كلها بتكون بسبب ضعف الجهاز كل ده المناعي. ممكن يكون جهاز مناعه طبعا، مما لا شك فيه. احيانا كتير جهاز المناعه الخلل بتاعه قد يؤدي ان هو يهاجم جسمي، ان يعني جهاز المناعه بيهاجمني انا كبني ادم، ان جهاز المناعه بيضرني انا كبني يعني ادم. جهاز المناعة بتاع الإنسان ممكن يهاجمه؟ طبعا في بعض الحالات ان في بيبقى في اللي بنسميها احنا عندنا في الطب حاجه اللي هي مثلا اوتو اميون ديزيزز، او الامراض المناعيه، ان جهاز المناعه هاجم جسمي. الكلام ده معناه ايه حضرتك؟ معناه ان جهاز المناعه فيه خلل، الخلل ده خلاه يهاجمني، شاف جسمي ان هو جسم غريب فهاجمه. تمام. تمام؟ فده ادى بالاخر لمرض. لو خدنا على سبيل الاحصاء للامراض دي، روماتيزم مثلا المفاصل، امراض الذئبه الحمراء في الستات، مرض التصلب، في مرض عصبي بيصيب اسمه التصلب المتناثر، كل هذه الامراض هي خلل في جهاز المناعه. تمام؟ دي هجوم جهاز المناعه على الجسم. لو خدنا من ناحيه اخرى ضعف جهاز المناعه، ضعف جهاز المناعه طب يعني ده يعني استوقفني شويه، لان الموضوع غريب جدا ان الجسم جهاز المناعي بتاعه يهاجمه. طب ايه اسباب ده؟ احنا لو حتى الان لو احنا خدنا سبب مش هنلاقي سبب واضح، كلها سيرز، كلها نظريات، يعني مفيش نظريه ثابته بتقول ليه جسمي، ليه جهاز مناعه جسمي بيهاجمني انا، ليه هو عمل معايا كده. في ناس قالت لك يعني في نظريات قالت لك هي عوامل بيئيه، انفايرمنتال فاكتورز، عوامل من الظروف اللي حوالينا، اللي هي الاسترس. لو خدنا الاسترس كعامل، طبيعه البني ادم ذات نفسه، تمام. المجتمع، طبيعه المجتمع، يعني هنلاقي في امراض مناعيه موجوده في دول مش موجوده في دول، موجوده بمعدل اكتر في اماكن مش موجوده بنفس المعدل ده في اماكن تانية. طب ده سببه ايه؟ سببه ان في عوامل احنا مش عارفينها، في عوامل انفايرمنتال، من اهمهم الاسترس. مثلا طبيعه اكلنا، طبيعه اكل البني ادم، وحتى ريسنتلي اتعمل دراسات كتير قوي عن طبيعه الاكل وعلاقتها بخلل او بامراض جهاز المناعه. فلقوا ان في اكلات معينه بتثير جهاز المناعه، وفي اكلات تحفز جهاز المناعه، في اكلات تقوي جهاز المناعه وتخليه ما يهاجمش جسمي، في اكلات تحمي جسمي من الخلل بتاع جهاز المناعه. مثلا زي يعني على سبيل المثال، يعني مثلا كان مؤخرا الحاجه طبعا اللي مثلا مش موجوده شويه، مثلا قال لك الاكل اللي بيحتوي على ماده الجلوتين. جلوتين. كل اي الاكل بيحتوي على ماده الجلوتين، الاكل ده بيثير جهاز المناعه وقد يؤدي لامراض مناعيه. تمام؟ فبداوا ان هم يحفزوا ان الناس تخلي الاكل بتاعهم جلوتين فري دايت، الاكل اللي فيه ماده الجلوتين قليله شويه. وبدا بره دلوقتي في ماركت، او في مصر متهيألي حتى الان في اسواق كامله بتخش السوق تلاقي ان الاكل بتاعك كله جلوتين فري. عايز تاكل جلوتين فري، كل جلوتين فري كده، انت بتحمي جهاز مناعتك وبتحمي جسمك من امراض المناعه. انا ممكن اقول لحضرتك باختصار شديد جدا 3 كلمات نحمي بيهم نفسنا وتعيش بيهم حياه بسيطه جدا. لو هما موجودين انت حميت نفسك، قويت جهاز مناعتك. اكل صحي، دي رقم واحد. اوكي. رقم اتنين، تجنب التوتر وتجنب الاسترس اللي هو عامل صعب طبعا جدا، بس يعني انت لو فكرت فيه هتكتشف ان هو في الاخر هو اللي بيصيبك.
انت عمال متوتر ومضايق نفسك ومشاكل و و و وفي الاخر انت اللي هتصاب ومش هتحل مشاكلك. فالستريس بس دي بتكون حاجة يعني خارج إرادة بني آدم طبيعي. يعني. احنا هنتكلم ببساطة، يبقى احنا قلنا رقم واحد الاكل، طبيعة الاكل، رقم اتنين الاسترس، رقم تلاتة انك لازم يكون في حركة في حياتك. ما ينفعش الناس اللي هو قاعد حياته كلها مكتب عربية، ما بيتحركش من مكانه، ما بيلعبش رياضة، ما فيش ممارسة رياضة منتظمة. كل ده مطلوب جدا. يعني احنا لو خدنا ممارسة الرياضة المنتظمة دي في حد ذاتها حاجة مهمة جدا، حامت نفسك وحامت حياتك كلها وحامت جسمك من أمراض كتير. يعني دي أهم العوامل اللي بنحافظ بيها على جهاز المناعة. طبعا طبيعة أكلك، طبيعة أكلك دي لو اتكلمت مع حضرتك فيها ولو اتحركت تسمحي لي يعني إن أنا أتكلم لا فيها أنا بصراحة. بس الأول اسمح لي حضرتك، هاخد تليفون سرية معايا على التليفون. تمام. ألو ألو ألو، طيب كلمينا تانية سرية، هو الاتصال قطع. اوكي مفيش حضرتك كنت مشكلة. بتتكلم على أنواع الأكل اللي بتقوي جهاز المناعة. بالظبط كده. أو مش هنقول أنواع الأكل أهم من إن إحنا ممكن نختصرها بحاجة. أنت بتاكل كم مرة في اليوم؟ البني آدم، يعني أنا سألت حضرتك بتاكل كم مرة في اليوم؟ انا ممكن مثلا يعني اكل وجبة واحدة في اليوم لو طب دي كارثة، ما إحنا دي كارثة من كوارث. دي مش غلط، إحنا المفروض كبني آدمين أنا ما ينفعش أنزل من بيتي الصبح ما أفطرش كويس. إزاي هعيش أصلا وأنا مش فاطر كويس؟ أفطر فطار كويس يعني هي يقدر بتبقى يخليك. الوجبة الأساسية والرئيسية عندي هي الغداء. لا احنا المفروض ان البني ادم هياكل 3 وجبات رئيسيين في اليوم. يعني انت المفروض هتاكل فطار وغدا والعشاء حتى لو عشاء خفيف. ده لازم، ولازم في سناكس في النص، ولازم تكون وجباتي سمول فريكوينت ميلز، يعني وجبات صغيره متتاليه. ده الحاجه الصحيه اللي انا بحمي نفسي بيها، خلي جسمي على طول شغال، خلي جهاز مناعتي على طول شغال، تمام احنا قادر ان انا اقاوم اي حاجه. تمام. تمام. طبيعه الاكل دي جزء اخر. كل حاجه ربنا خلقها لينا او اكل على طبيعته زي ما ربنا خلقه، هو بيحمي جهاز المناعه، تمام. بيقوي جسمك. اي حاجه يعني لو جبنا اي اكل فريش، خضار فريش، فاكهه فريش، اي اكل. لكن الجانك فود لا والحاجات جانك فود المجمدات ايه، والكلام لا ده كله. كل ما تم التدخل فيه هو كارثي مما لا شك فيه. طيب هناخد التليفون. الو الو، الو، ايوه مساء الخير. ايوه ازي حضرتك؟ اهلا وسهلا بيكي يا استاذه سريه، بتكلمينا منين؟ من دمياط. اهلا وسهلا بيكي، كل سنه وانت طيبه. وحضرتك طيبه وبالف خير. كل سنه وانت طيبه بمناسبه شهر رمضان. وحضرتك طيبه وبخير. طب على اذنك بس اكلم الدكتور. طبعا اهلا اتفضلي وسهلا، انا دكتور من دار معاكي. سرايا، ازي حضرتك؟ الو، الو، ازيك يا دكتور؟ ازي حضرتك يا فندم؟ الله ازيك يخليك. يا دكتور؟ ازي حضرتك؟ كل سنه وحضرتك طيبه. كل سنه وانت طيب. وحضرتك طيبه يا رب. بمناسبة شهر رمضان كريم. علينا وعلى حضرتك ان شاء الله. علينا بالخير واليمنى والبركات يا يا رب، رب يا رب، علينا وعلى حضرتك. وعلى مصر جميعا يا رب. امين ربنا يا رب. يخلي حضرتك يا فندم. بقول لك ايه يا دكتور، انا يعني وزني كان 80 تمام. معلش بقى. حضرتك كام سنة الأول يا مدام سرايا؟ حاجة انا سرايا عندي 48. 48 سنة. تمام. بقول لك وزني كان 80 تمام فقل بقى 63. تمام انا رحت ما عنديش يعني، حللت ال 20 على 90، تمام والضغط والسكر 95، قصد 95، تمام والضغط 120 على 90. تمام فما اعرفش بقى ان يعني، ورحت حللت قلت تكون الغدة بتبقى ساعات الغدة تفرز يعني. يعني. هو حضرتك معلش، انت حضرتك ايه المشكلة اللي عند حضرتك او حضرتك بتعاني من ايه؟ يعني المشكلة يعني انا حللت الغدة حلو، تمام الكوليسترول قال نسبة بسيطة شوية، ما اعرفش جسمي رفع يعني من هي مشكلتها 80 انها خست قوي. ل 63، الهدوم كده خالص عليا. يعني احنا دلوقتي مشكلة حضرتك ان وزن حضرتك بيقل بالرغم ان حضرتك بتاكلي كويس؟ لا انا وحللت انيميا كانت 9 بقت 10. تمام. انا بس سؤالي لحضرتك، حضرتك دلوقتي مشكلتك ان انت وزنك بيقل بالرغم ان حضرتك بتاكلي كويس؟ يعني انا وزنك بيقل ليه؟ ولا عندي ضغط ولا سكر ولا حاجة ما شاء الله يعني. ما شاء الله، ربنا يديك الصحة. تمام. يعني بقى يعني دي تشابه ايه يا دكتور بقى؟ ما انا بقول لحضرتك دلوقتي احنا المشكلة حضرتك بتاكلي كويس، مع كده حضرتك وزنك بيقل؟ لا انا يعني مش غدا في الاكل قوي يعني، اكل طيب احنا تبعي حضرتك وزن حضرتك قل قد ايه في مدة قد ايه؟ يعني حضرتك بتقولي يعني يجي مثلا وزنك قل 10 كيلو في مدة قد ايه؟
يجي من سنة والتانية ايه؟ يعني بقالك سنتين نزلنا فيهم 10 كيلو ولا نزلنا اكتر حضرتك قلتي؟ لا ده كان 80 بقى 63. يعني من 80 ل 63 في سنتين. طيب ده حاجة ما فيهاش أي نوع من أنواع القلق حضرتك، ده حاجة كويسة جدا. ساعات واحد نفسيته تبقى تعبانة كده جاهز بقى لا ده حاجة، ده حاجة كويسة، ده احنا نفرح ان حضرتك وزنك 63 دلوقتي. شكرا يا استاذه سرعي، شرفتين والله، يعني لا لا شرفتين، عادي دي مفيش حاجه من مشكلة. الحاجات الحلوه على فكره. اه طبعا هي كويسة انها تفرح انها خاسة، المفروض يعني ما تزعلش ما انها هي خاسة. قلقانه، ممكن يكون ده بسبب حاجه لا ده اصل اصابت جهازها المناعي مثلا. طلبة الوزن نزل، الجسم وزن الجسم نزل في وقت طويل. انا ليه اللي يضايقني؟ يعني انا نزلت 20 كيلو 10 كيلو في سنتين، ده حاجة كويسة جدا. طب امتى اخاف؟ لو انا لقيت نفسي في شهر نازل 20 كيلو، شهرين نازل 20 كيلو، لا انا ساعتها هبدا، لا دي حاجه تخوفني، في حاجه غلط. بعد الشهر بقى كل الامراض اللي ممكن نخاف منها فعلا هي دي تعتبر زي الارم، يعني ده انذار، تمام فساعتها نخاف. تمام تمام. طب ناخد اتصال تليفوني. الو، وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته، استاذه منار. ممكن اكلم الدكتوره صح؟ اه طبعا، بس اهلا وسهلا يا فندم. اهلا وسهلا بيكي، بس نعرف حضرتك بتكلمينا منين بس. الو من البحيرة يا فندم. اهلا وسهلا بيكي، ممكن بس تسمعينا من التليفون مش من التلفزيون؟ انا فعلا قاطعة التلفزيون. طيب اتفضلي دكتور، معاكي. اهلا وسهلا يا مدام منور. ازي حضرتك يا دكتور؟ ازي حضرتك يا فندم، ربنا يخليكي. انا كنت برضع، وبعدين يعني كان وزني 94، تمام، فعملت دايت خفيف كده مع نفسي، حسيت بقيت 87. تمام. بس جالي دور انيميا فظيع، بقيت اعلق فيه محاليل يعني، فرجعت تمام. طبعا تخنت تاني واكلت تاني، فخايف اعمل كده تاني احصل نفس المشكلة. هو كان من الرجيم او من ايه؟ تمام. هو انا دلوقتي فين برضو المشكله عند حضرتك؟ معلش يعني المشكله دلوقتي ان الوزن نزل مش اكتر. نزل بقى 87، بس جالي انيميا جامدة. كام اللي هو الهيموجلوبين بتاع حضرتك كام يعني؟ كان المخزون 19. نعم 19 المخزون، يعني عملت تحليل طيب انا المخزون الحديد. معلش حضرتك ده الجزء ده شويه هيتعلق بحد من دكاتره امراض الدم، ان احنا نشوف ايه سبب الانيميا اللي عند حضرتك او دكتور النساء اللي حضرتك متابعه معايا مثلا، لان ده حاجه تتعلق بالولاده. لكن احنا خلينا في قصه الوزن، انت حضرتك الوزن ده كان فيه مشكله او في حاجه ضايقتك مره واحده ان الوزن نزل مره واحده؟ الخطأ. شكرا لاتصالك يا فندم. هي بتقول ان هي جالها انيميا وابتدت ان هي ترجع تاكل اكتر من احنا الاول. الغريب ان المكالمات كلها واخده اتجاه الايه، التغذيه شويه. ما هو اه فاحنا بس عايزين نفصل ان المناعه، واحنا الاكل ليه علاقه بالمناعه طبعا. انك تخس دي حاجه جميله جدا، تمام، انك يبقى وزنك مثالي دي حاجه جميله جدا، هتحسن جسمك هتحسن اداء جسمك هتحسن جهاز المناعه، كل ده عظيم عظيم بالنسبه لنا جدا. طب انا كنت عايزه اتحرك سؤال. اتفضلي يا حبيبي. على الرغم من وجود جهاز مناعي زي ما حضرتك قلت قوي جدا كده، تمام، ليه بنصاب بالسرطان؟ انا منتظره الاجابه. إرادة ربنا ونعم بالله، بس يعني اكيد في اسباب هقول لحضرتك علميه. طبعا. بس انا استاذن حضرتك، هناخد بس معانا اتصال اتفضلي. محمد. الو. الو، ايوه، السلام عليكم. وعليكم السلام. اهلا استاذ محمد. كنت اسلمك حضرتك، انا من كفر الشيخ. اهلا وسهلا بيك يا استاذ محمد. كنت عايز اكلم الدكتوره سارة على ما حضرتك. اتفضل اتفضل يا فندم. ازيك يا استاذ محمد؟ الله يسلمك يا دكتور. انا اخويا مريض زبه حمراء، و تمام، والزبه الحمراء نشزت على الكلى وعملت عنده اخو حضرتك ولا اخت حضرتك؟ لا، اخويا عنده سن 17 سنه. 17 سنه عنده زئبه حمراء. وجهاز المناعه ارتفع عنده يعني. تمام. حضرتك بقاله قد ايه عنده الزئبه الحمراء؟ عنده زبر اللي زرع كده، ممكن جهاز المناعه ارتفع بس هقول هقول لحضرتك، انا هجاوب ايه السؤال بس بتاع حضرتك وانا هجاوب حضرتك دلوقتي على السؤال، يعني ده موضوع حضرتك. ايه السؤال بقى دلوقتي او ايه السؤال تاني معلش؟ ما هو بيفشل كلى. عايز اسال حضرتك، لو زرع كلى جهاز المناعه يحارب؟ طالك يا استاذ محمد، هو بيتكلم بس خايف، انا لا هقول يعني عشان لحضرتك الكلى، على اعتبار ان هي جسم غريب، فهو خايف ان جهاز المناعه يقاومها او يرفضها. تمام. هو مبدئيا الاول نتكلم على الحاجه اللي هو قالها، لان دي حاجه كويسه جدا، وهو مرض الزئبه الحمراء. مرض الزئبه الحمراء ده مرض موجود كتير جدا جدا، هو بيصيب الستات اكتر من الرجاله، يعني الستات بنسبه 9 ل 1. فئة عمرية معينة ولا؟ فئة عمرية اللي هو السن الصغير عامة، سن ال 20 ل 40. تمام. والستات أكتر من الرجالة شوية. تمام. تمام.
نتيجة عوامل تغير الهرمونات عند الستات، نتيجة إن الستات بطبيعتها عندها ستريس أكتر من الرجالة، ايوه الكلام ده كله. فكون إن هو أصيب براجل يعني ديت مش من الحالات الكتير اللي إحنا ممكن نشوفها. اوكي أستاذ محمد كان سؤاله إن هو جهاز المناعة عنده هيعمل إيه لو هو زرع كلى دلوقتي؟ مرض الزيبة الحمراء مشكلته إن هو مرض مناعي بعد ما بيضرب الجلد وبيضرب الكلى. يعني بيتميز في الأماكن المهمة بالنسبة له إن هو يروح على الكلى. ويترسب على الكلى ويصيب الكلى. فطبعا ده اللي حصل لاخو الاستاذ محمد اللي اتصل ان هو اخوه اصيب بالكلى، يعني هو أصاب بالكلى بسبب أصلا مرض الذئبة الحمراء. مرض الذئبه الحمراء بالظبط كده. يعني هو سبب المشاكل الكلى عنده بسبب الذئبه الحمراء، فهو كان المفروض يكون بيكنترول المرض الاولاني اللي هو مرض الذئبه الحمراء. اوكي فبالتالي هو محتاج ان الدكتور اللي هو متابع معاه او المتابعه بتاعته الطبيعيه ان هو يكون بيقلل جهاز المناعه بتاعه او بيقلل هجوم جهاز المناعه بتاعه. طول ما جهاز المناعه بتاعه قليل كان مرض الزائبة الحمراء مش هينتشر بهذا المعدل في جسمه، او مش هيوصل ان هو يصيب الكلى بهذه الطريقه. تمام خلاص هو وصل ان هو هيزرع كلى دلوقتي، يعني مرض الزائبة الحمراء وصل معاه ان هو هيوصله ان هو يزرع كلى دلوقتي. كده كده لازم هيمشي على ادويه مثبطات لجهاز المناعه وبقوه، يعني هياخد جرعات عاليه من مثبطات جهاز المناعه. سؤاله بقى، هل الكلى الجديده دي برضو هتتهاجم؟ اه طبعا على يعني على اللونج تيرم، مش هيصحى الصبح يلاقيها، بس على المدى طبعا ممكن يحصل. بس طبعا ده هيحتاج اللي احنا بنتكلم فيه من بدري، اللي احنا بداية الكلام اللي هو الوقاية خير من العلاج. بالظبط كده. طيب. اللي هو هيمشي ازاي، حالته النفسية هتكون عاملة ازاي، عوامل كتير قوي هتساعده ان هو يتغلب على الكلام ده. هحتاج يعني اعرف من حضرتك معلومات اكتر خاصة عن مرض الذئبة الحمراء، بس بعد ما ناخد الاتصال. الو الو استاذ غادة. الو السلام عليكم. وعليكم ورحمة الله وبركاته، اهلا وسهلا الو بيكي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، أهلا وسهلا بيك يا أستاذة غادة، تكلمينا منين؟ أهلا بحضرتك من كفر الشيخ. أهلا وسهلا بيك، اتفضلي الدكتور معاكي. ازيك لو يا أستاذة؟ لو سمحت أنا عندي سؤالين بس. اتفضلي يا فندم. السؤال الأولاني، حضرتك قلت مادة الجلوتين بترفع جهاز المناعة، بتحفز جهاز بس المناعة. احنا بالظبط كده. تمام. بس احنا كأرياف ما نعرفوش المادة دي في أكل إيه بالظبط. أنا ممكن أختصرها. ماشي تمام، ده السؤال الأولاني. السؤال حضرتك التاني. السؤال التاني حضرتك. ألو؟ ايوه يا فندم مع حضرتك. سؤال حضرتك التاني. السؤال التاني، انا بالنسبه لي وانا لو واقفه وقعدت بحس ان بنهج كتير، لو كحيت بحس ان ممكن النفس ينقطع عني نهائي، بحس ان الروح هتطلع. ده من ايه بالظبط؟ تمام مش عارفه، عايز اكشف على ده بس مش عارفه. احنا هجاوب حضرتك انا. شكرا يا استاذ غاد. ناخد السؤال الاولاني اللي يهمنا اكتر، يعني اللي هو سؤال الجلوتين. احنا ببساطة شديدة لو خدناها اي اكل فريش هو ما فيهوش جلوتين، اي اكل زي ما ربنا خلقه، اي حاجة زي ما ربنا خلقها. لو انا خدتها من على الشجر، يعني القمح لو انا خدته من على الارض هو ما فيهوش جلوتين، بس بعد ما يتعمل عيش فيه جلوتين. كل حاجة بطبيعتها فريش هي ما فيهاش جلوتين، فبالتالي بتحسن اداء جهاز المناعة. طول ما انا بقى باكل زي ما احنا قلنا اكلات فيها مواد حافظة كتير، كل الاكلات اللي فيها اتخزنت الجانك فود، الحاجات اللي احنا الموضه اللي احنا عايشين فيها، الايره اللي احنا عايشين فيها دي كلها فيها جلوتين من هنا لبكره الصبح. دي هنا دي احنا عايزين اكل ما فيهوش جلوتين. جلوتين انت حضرتك مش عايز جلوتين، مش ان لا انا مش عايز جلوتين. اوكي انا فاحنا بنقول الصح ان احنا هاكل اكل فريش باختصار شديد. طبعا سؤالها التاني ان احنا اللي هي الامراض اللي عندها دي، طبعا هي تعمل روتين تشيك اب. طبعا حضرتك تقدري تعملي روتين تشيك اب، تعملي التحاليل الاساسيه يعني، ومن خلالها تقدري تتوجهي للدكتور الاقرب لحالتك يعني. يعني ممكن مثلا يكون عندها انيميا، ممكن يكون ممكن انيميا، ممكن حاجات كتير طبعا، ممكن حاجه مشاكل رئويه، ممكن مشاكل معده، كل الاحتماليات قائمه يعني ما نقدرش نحدد لها حاجه. طيب هنرجع بقى للسؤال اللي انا سالته لحضرتك وما لحقناش نجاوب عليه. أوكي. اللي هو ليه بنصاب بسرطان على الرغم من وجود جهاز مناعي؟ تمام طبعا قلت لحضرتك اول حاجه اراده ربنا عشان نكون متفقين يعني. طبعا ولكن طبعا في عوامل، العوامل دي ممكن نقسمها جزئين. في عوامل تتعلق بالمريض ذات نفسه، تمام، في عوامل تتعلق بالخلايا السرطانيه ذات نفسها. بمعنى المريض ذات نفسه مناعته عامله ازاي، يعني انت مناعتك عامله ازاي، سنك عامل ازاي. ما هو جهاز المناعه بيختلف من سن للاخر. طيب تشرب سجاير ولا تشرب سجاير، دي عوامل كلها تتعلق بجهاز مناعتك. يبقى السؤال الاولاني، اجابه النص الاولاني في اجابه السؤال، العوامل بتاعت المريض ذات نفسه، عوامل جهاز مناعتك ايه. جهاز المناعه عنده القدره ان هو يتغلب على الخلايا السرطانيه. حتى التدخين كمان بيأثر في جهاز المناعه طبعا. جهاز المناعه عنده القدره ان هو يتغلب على الخلايا السرطانيه. ممكن اقول لحضرتك حاجه اهم، ان جهاز المناعه لوحده بيعمل حاجه زي سيرفيلانس لجسمه، كل فتره لو لها اي خليه بدات تتحول ان هي تكون ماشيه في اتجاه خليه سرطانيه بياكلها.
يقول لها لا انت مش هتكملي في جسمي. سبحان الله. طول ما جهاز المناعه اليرت واعي، فدي رقم واحد. العامل الاخر اللي عندي اللي قد يخلي ان احنا يحصل لنا سرطان، العامل ده مش على البني ادم ذات نفسه، على الخلايا السرطانيه. طبيعه الخلايا السرطانيه ايه؟ في خلايا سرطانيه بطبيعتها قويه اقوى من جهاز المناعه، يعني في طبيعه خلايا سرطانيه اقوى من جهاز المناعه بكتير. تمام. فبالتالي بسهوله ان هي تقدر تصيبني وجهاز المناعه مش قادر يوقفها عند حد ده، او جهاز المناعه مش قادر يقاومها. ده بسبب مدى قوتها، يعني اللي هي الخلايا السرطانيه. قوه الخلايا السرطانيه. فاحنا لو قسمنا الموضوع جزئين، يبقى الجزء الاولاني انت ذات نفسك، ايه قوتك؟ المناعه ايه قوتك؟ ما قوتك جهاز المناعه بتاعك. تمام. عشان يتغلب على الخلايا السرطانيه. الجزء الثاني قوه الخلايا السرطانيه، ان هم هيقفوا قصاد بعض. تمام. مين الاقوى بقى؟ تمام. طب خلينا ناخد اتصال. اتفضلي يا فندم. استاذه ناديه، الو، مساء الخير. الو. الو. ايوه، اهلا وسهلا بيكي. ادينا الدكتور يا بنتي لو سمحت. تحت امرك يا فندم، اتفضلي. ازي حضرتك؟ الو. ايوه استاذه ناديه، ازي حضرتك؟ الدكتور بيكلمني ولا بيكلم الست دي؟ لا، بيكلم حضرتك. بيكلم حضرتك. السلام عليكم. عليكم السلام، ازي حضرتك؟ ازيك يا دكتور، عامل ايه؟ الله يخليك. طيب انا كده عندي 63 سنة وكان وزني 110. تمام. طبعا مشيت مع دكتور تغذية كده، نزلت لحد 87. تمام. الو. في 23 اسبوع. تمام. يعني كده ما فيش خطوره يا دكتور؟ لا، جميل جدا، ده حاجه جميله جدا، ده حاجه ما تبسطنا يعني. استمري. شكرا يا حاج، شرفتينا. الناس بتخاف ان هي تخس، بتفتكر ان ده ليه علاقه بجهازها المناعي. هو الخسان ده حاجه صحيه. احنا لازم نكون رياضيين. ليه نبقى تخين يعني؟ ليه البني ادم عايز يكون وزنه كبير؟ المفروض انت اصلا عايز تتحرك، عايز تعيش، عايز تستمتع بحياتك. حقيقي. عايز تخلي جسمك نشط. بس مش كل الناس بتلعب رياضه، يعني في ناس بيبقى سنها كبير مش قادره تلعب رياضه، ايه الحل بقى البديل؟ غلطته، لازم يبقى ده اسلوب حياه، صح كده؟ ايه الفرق بيننا شويه حضرتك باختصار وبين الناس بره؟ احنا هنعرف الفرق بس بعد ما ناخد اتصال تليفوني. الو؟ 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 طيب قطع. ماشي، اوكي. ببساطه شديده، الفرق بيننا وبين بره ايه؟ الفرق بيننا حضرتك وبين الناس بره، الناس بره يروح شغلها بالعجله. في الشغل بيتحرك، ما بيفضلش قاعد على مكتبه. ايوه. على الاقل ممكن يخلص شغله هينزل يتحرك نص ساعه، هيمشي كل يوم نص ساعه، هيجري. احنا شويه عندنا حاجه اللي هي سيدنتري لايف، ان انا احب القعده على المكتب، احب قله الحركه. دي في حد ذاتها كارثه. يعني هو الطبيعي ان احنا لازم نتحرك. الغير كده هو اللي مش طبيعي. انك ما تلعبش رياضه ده اللي مش طبيعي. الطبيعي انك تلعب رياضه. الطبيعي ان يبقى في رياضه، ممارسه رياضه بطريقه منتظمه في حياتك. طيب احنا معانا اتصال تليفوني بيسال، هل الصدفيه ليها علاج ولا لا؟ الصدفيه مرض مناعي. من الامراض المناعيه. طبعا. مرض مناعي، مرض هجوم من جهاز المناعه. زيه زي كل اللي احنا قلناه من شويه. احنا قلنا الوقايه من امراض المناعه. الوقايه من امراض المناعه، ما الصدفيه ده مرض هجوم جهاز المناعه على الجلد. مرض موجود، الناس فعلا بتتضايق منه. لو حضرتك سالنا مريض الصدفيه هيقول لحضرتك انا في وقت الوقت التوتر بتاعي، وقت الزعل، الاعراض بتزيد عندي جدا. يعني وانا متوتر ووقت ان انا اندر ستريس، تحت ضغوط، الاعراض بتزيد عليا جدا. ازاي بقى؟ هو جهاز المناعه، ما ده اللي احنا بنتكلم فيه حضرتك من الاول. طب انا عايز اسال حضرتك سؤال شخصي. اتفضل. انا احيانا لما بتحط تحت ستريس، تحت ضغط، بحس ان انا في وشي احيانا يعني علامات زي خرابيش كده او حاجه. ده بيكون بسبب جهاز المناعه برضو؟ ممكن طبعا. ممكن يكون في اي نوع من انواع مشاكل في الاورده الصغيره، حاجات مناعيه. كل ده احتماليات قائمه، ما نقدرش طبعا يعني، مش هنقول لحضرتك في حاجه يعني اكيد يعني. تمام. ولكن الكلام ده قائم. فمريض الصدفيه اللي اتصل سال السؤال دوت، علاجه هو علاج تعديل سلوكي، غير طبعا علاجات. انا يعني مش هننكر ان في علاجات هو بياخدها، وفي ادويه هتقلل جهاز المناعه و و و، بس الاهم من اللي احنا قلناه، هو بياكل ايه؟ نرجع برضو لنوع الاكل. بيتحرك ولا ما بيتحركش؟ اوكي. بيتجنب، بيفكر كتير. مش هنقول انك هتوقف تفكيرك، بس هل انت هتفضل حاطط نفسك اندر ستريس ولا لا؟ تمام. لازم تتجنب الاستريس. طول ما انت بتتجنب الاستريس، طول ما انت حياتك كويسه. هنحاول يا دكتور، بس ناخد انا شخصيا عايز احاول. الو، استاذ محمد. الو. الو. اهلا وسهلا يا فندم، وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اتكلمنا منين يا استاذ محمد؟
حضرتك بس كنت عاوز اتكلم في دكتور في اه حاجة. طبعا تحت امرك، بس عايزين ازاي نعرف يا استاذ بتكلمنا محمد؟ اهلا منين. وسهلا. من الغربية؟ طيب ماشي، اهلا وسهلا بيك، اتفضل دكتور اتفضل يا معاك. استاذ محمد. حضرتك بس انا كنت عاوز اسال، بس السجاير بتأثر على باب المناعة؟ طبعا اكيد. في سؤال تاني عند حضرتك؟ انا هجاوب حضرتك. في سؤال تاني؟ شكرا استاذ شكرا يا استاذ محمد. من محمد. الغربية، السنان بتأثر على الجهاز هو المناعي؟ بيقول السجاير ولا السنان؟ السجاير ولا اي السنان؟ السجاير. لا انا سجاير سمعت صح السجاير. كده؟ اوكي. طبعا اي حاجه غلط في حياتنا هي هتاثر على جسمي، هتاثر على قوته. سجاير، التدخين عامه بانواعه، زي ما قلت لحضرتك من الاول، احنا طول ما انا بعمل حاجه غلط هي بتاثر على حياتي. الحاجه الغلط دي سجاير، الحاجه الغلط دي ان انا قاعد على المكتب، الحاجه الغلط دي طبيعه اكل معينه، كل ده هياثر على الجهاز المناعي علشان كده احنا 100%. الفترة الأخيرة دي، أو بقى يعني بعد ما أسلوب حياتنا بقى كده، كل الأمراض دي ظهرت، بالظبط. سرطان بقى كتير، كل زي ما معدل اتفضل الامراض في الفتره اللي احنا فيها يعتبر في زادت. تزايد طبعا، بسبب الضغوط اللي الناس فيها، الضغوط العامه، بسبب التوتر العام، بسبب ان احنا فعلا كلنا محدش فارق معايا يلعب رياضه، كله قاعد على مكتبه ومحدش التكنولوجيا بيتحرك. دمرت الناس كلها. التكنولوجي دي تعتبر كارثه من الكوارث الازليه اللي خلت كل واحد سهل انك تكونتاكت خلاص من غير ما تقوم اصلا. صحيح. يعني انت ممكن تلاقي 2 اخوات قاعدين في بيت واحد يكلموا بعض على الموبايل عشان ما يقومش ينده على اخوه مثلا، عادي جدا، هو بس مش عايز يتحرك، هو عايز يتجنب الحركه باي طريقه. طيب تمام، معنا استاذه شروق من الجيزه. الو مساء الخير. الو، ايوه الو، يا شروق، ايوه مساء الخير، مساء النور. الو، اهلا وسهلا بيكي، اتفضلي. لو سمحت، هو انا كنت عايزه اسال الدكتور بس على اتفضلي حاجه. اتفضلي يا استاذه شروق. انا عندي مشكله في الكبد، فجهاز المناعه عندي مش متقبل اي علاج، فكنت عايزه حاجه بس تقوي جهاز المناعه عندي. معلش اكل، تاني السؤال، مثلا معلش اي حاجه تقوي جهاز المناعه. تاني حضرتك السؤال تاني معلش. هي عندها مشكلة في الكبد، فهي اتفضل. بتقول هي عايزة حاجة تقوي جهازها المناعي. أعيد السؤال تاني؟ معلش. حضرتك عندك ايه مشكلة في الكبد الأول؟ معلش. أنا عندي التهاب كبد وبائي. فيروس يعني؟ فيروس. اه تمام. حضرتك كام سنة؟ سنك كام سنة يا شروق؟ عندك 26. كام سنة؟ كام؟ 26. 26 سنة. تمام. انت حضرتك سؤالك ازاي نقوي جهاز المناعة عند حضرتك علشان نقدر نتغلب على الفيروس اللي في الكبد عند حضرتك، صح كده؟ بالظبط، يعني هي عايزه حاجه تقوي هنفترض جهاز ان ده المناعه. السؤال. شكرا يا شروق. صغيره جدا، عندها 26 سنه وجهازها بالظبط المناعي كده. يبقى ضعيف كده. ممكن طبعا. طبعا احنا مش بننكر دور ان احنا ممكن نعالج الفيروس ذات نفسه، خلاص الفيروس جه المفروض ان هي تكون ماشيه على علاج للفيروس، ده تمام. طبيعي جدا. بس طبعا ان جهاز مناعة يبقى كويس طبعا ده مطلوب. ممكن ادي حضرتك اكزامبل بسيط قوي. تمام. انت لو جالك دور برد، وحضرتك انت جالك دور برد دلوقتي، انت متضايقه وقاعده في البيت، قررت انك مش خارجه، قلت يعني خلاص انا هقعد مع دور البرد ده، انا في البيت وهقعد بقى في البيت، وتقعدي تاخدي مضادات حيويه وتقعدي تاخدي ادويه و دور البرد هيقعد معاكي 10 ايام مفيش مشكله. وانت بقى لا سلام لو حد كلمك في التليفون ضايقك اكتر وقعدتي تاكلي ومتضايقه، دور برد مطول معانا، دور برد فيروس بيجي لكل الناس. ايوه. على العكس تماما، انك لو قررت تنزلي شغلك هم وكان عندك ميعاد، الميعاد ده فيه عامل لك موتيفيشن معين وعامل لك حركه معينه وانت عايزه تشتغلي وتتحركي و فقلتي لا انا هنزل طبعا، ده هيخلي جهاز مناعتك احسن، فتلاقي نفسك دور برد راح منك، فتستغربي انا ازاي دور برد راح مني يعني كده. طول ما انا شغله تفكيري بعيد عن الحاجات اللي مضايقاني جهاز طبعا المناعه بيقوى. طبعا انا طول ما انا نشط، على طول ما فكره كان انا جهازي نشط. اؤيدك بشده في النقطه دي، لان ده بيحصل معايا. ما هو ده بيحصل معانا كلنا اه برضه زي ما والله. بقول لحضرتك. معانا اتصال. الو، استاذ حمدي من كفر الشيخ. الو، الو، اهلا وسهلا يا فندم. حمد، معاك حضرتك من كفر الشيخ. اهلا وسهلا اهلا بيك يا وسهلا استاذ استاذ حمد. حمدي. كنت عايز اسال الدكتور على حاجه بس، سؤال اتفضل يا استاذ حمدي اتفضل. يريح ملايين حضرتك. ليا اخ بيغسل والكراتين بتاعه 10، هل في علاج في العالم ممكن ينزل الكراتين؟ تمام. في سؤال تاني عند حضرتك؟ في سؤال تاني عند حضرتك يا استاذ حمدي؟ حضرتك انا اخويا بيغسل كده تمام. احنا سمعنا، انا والكراتين. سمعت السؤال حضرتك. في اسئله تانية ولا خلاص كده؟ انا هجاوب حضرتك دلوقتي. شكرا لاتصالك يا استاذ حمدي. طبعا هو ده طبعا بالرغم ان هو شويه بعيد عن موضوعنا، بس انا هجاوب استاذ حمدي برضو. يعني
هو اخوه بيغسل كلى يعني، ده قصه تانية خالص بس نقولها يعني مفيش مشكله. غسيل الكلى يعني هو في مرض في الكلى عنده، ممكن فشل كلوي مزمن في المرض بتاعه. هو بيقول ايه الحاجات اللي ممكن تقلل الكرياتين؟ هو بيغسل الكلى، ما عندناش الكريات ده اللي هو وظايف الكلى، وظايف الكلى، فهو عادي عنده عالي ديت، ما عندناش ليها حل غير ان هو ماشي في الطريق التالت ان هو بيزرع كلى او الاتجاه بتاعه زي ما يكون، لكن ده مش تطرق موضوعنا شويه. لكن الحل التاني لو هو متضايق من غسيل الكلى بيبدا يتجه لطريق زراعه الكلى، يعني ده طبيعي. تمام تمام. طيب اسمح لي حضرتك بس اسال، هل عوامل الخطوره بتكون عند الاطفال اكتر ولا عند البالغين اكتر؟ هقول لحضرتك ده سؤال جميل جدا بصراحه. في عندنا عوامل خطوره لشخصين مهمين قوي، الاطفال الناس الكبيره في السن. هنا دولت دول الاكثر عرضه طبعا لخلل جهاز المناعه. لا هو مش خلل، انا دولت الاكثر اصلا ان هم لسه جهاز المناعه الطفل الصغير لسه مناعته ضعيفه. ما هي جزء من مناعتي انا بكتسبها. صحيح. انا بيجي لي فيروس فانا بسيب الفيروس يخش جسمي، فجهاز المناعه بتاعي بيكون اجسام مضاده ضد الفيروس ده. أوكي. فما يجي الفيروس ده يجي لي تاني جهاز المناعه يهاجمه بسرعه. خلاص زي بالظبط لما يقولوا عندنا واحد جاله الحصبه فالحصبه مش هتجيله تاني. هو كده خد مناعه من الحصبه، يقول لك ده اصل هو خد مناعه من الحصبه. اوكي تمام خلاص هي الحصبه مش جايه له تاني. طب هنا دي حاجه اكتسبها. ايوه كطفل صغير نفس الفكره. الراجل الكبير في السن كل ما السن زاد كل ما جهاز المناعه ضعف، شيخوخه لجهاز المناعه او عجز لجهاز المناعه زي اي حاجه في جسمي مع المدى او مع اللونج تيرم بتبدا تقل قوتها. فطبعا الاكثر عرضه للعدوى او الطفل الصغير والكبير في السن، كبار السن دولت لازم بيكون لهم معامله مهمه جدا. تمام. يعني حتى في مفروض معامله للمسنين، اللي هي حتى في جزء عندنا في الطب اسمه جيرياتريك ميديسن او طب المسنين. انت لازم تتعامل مع المسنين ان هم جزء من جهاز مناعتهم ضعيف، لازم تبقى حاطط ده في اعتبارك اصلا وانت بتتعامل مع المريض ده. أيوة. وعارف ان انت اثناء علاجك ليه محتاج طرق علاج وقوه في علاجك شويه لان ده راجل مسن. الطفل الصغير مش الطبيعي ان الطفل الصغير في المدرسه طول النهار يتعرض لعدوى. انت لو انت كبير في السن فتعرضت لعدوى جهاز المناعه بتاعك قادر يتغلب عليها، بس لو في مدرسه لسه في حضانه، الحضانه فيها مشكله فالطفل اتعرض لعدوى، لا دي كارثه. المدرسه كلها هتتعدي. أيوة. هنا جهاز المناعه لسه ضعيف. ايوه طبعا من الحاجات الكويسه اللي احنا ننصح بيها يعني الامهات ان هي لازم تاخد بالها من اكل الاولاد. يعني الكارثه دلوقتي ان تلاقي الطفل الصغير بالنسبه له ان هو عايز ياكل بطاطس طول النهار وكاتشب مايونيز جانك فود وهو لسه طفل صغير. ده حقيقي. طب بعد كده مشكله كبيره جدا. بعد كده هتيجي تقول لي طب الولد بيجي له امراض كتير. احنا لو اتكلمنا يعني هنلاقي ان احنا حضرتك لخصت لنا ازاي نحافظ على جهاز المناعي بتاعنا في ثلاث نقط اساسيه. اول حاجه ممارسه الرياضه، ثاني حاجه نحافظ على اكل صحي، وثالث حاجه نبعد عن الستريس. تجنب الاسترس. بالظبط صح كده مظبوط كده. طبعا انا اتشرفت بيك جدا يا دكتور. شرفتني يا فندم. شكرا جدا للساده المشاهدين، استنونا في حلقه جديده وموضوع جديد ودقه قلب.